بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة جاي أكلمكم عن أزمة كورونا وإيه اللي حصل في العالم كله على كوكب الأرض من تغيرات بسبب هذا الفيروس الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة. إن هذا الفيروس الصغير جلس أكثر من 7 مليار في بيوتهم. كيف هذا الفيروس؟ ولأ والحلقة دي مهمة جدا ولازم أن تتابعوني عشان تعرف أهم الدروس المستفادة من هذا الفيروس الصغير. فوق النجوم نمر كالألحان أصطاد أحلاما وعمرا هاني ونرتب الغيم المطير مداركا تروي شغاف الروح والأذهان ونصوغ فكرا في هديل نفوسنا نجلو حقائق صفحة الأزمان ونعيد للأفكار شكل وميضها بالرأي والتنوير والتبيان هيا بنا نسمو لصنع حضارة وصناعة للعقل والإنسان ولنشر ضوء العلم في أفهامنا هيا بنا نرقى لفي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد وانتم في قناتي يوم في الجنه، وياريت تعملوا سبسكرايب للقناه لكي يجيلكم كل جديد. وهذه القناه تتكلم عن برنامج مجرد فكره، واهم الرسائل اللي ادهلنا اصغر فيروس وأقل ميكروب في العالم اللي قعد أكثر من 7 مليار في بيوتهم وهو فيروس كورونا المستجد. أهم الدروس المستفادة من هذا الفيروس المستجد إن هو لازم نعرف أهم المهن اللي مفروض نكون مهتم بيها، مع احترام لكل المهن اللي موجودة حاليا. أهم المهن اللي مفروض نهتم بيها في حياتنا وهي مهنة العلماء والطب والمدرسين، لأن احنا عرفنا أهمية هذه المهن في هذا الوقت أو في هذه الحقبة الصعبة جدا. طبعا احنا كنا في البداية بنهتم بالكورة والفنون ونصرف مليارات الدولارات على هذه المهن. فطبعا اتضح لنا في هذه الفترة الصعبة ان اهم هذه المهن عامة على الاطلاق او على ان هي ان الكوكب الارض ينجح فيها، وهي مهنة الطب ومهنة التعليم والمعلم، وازاي ان احنا نعلم اولادنا عن بعد عشان نتقي هذا الفيروس الخطير. تمام، دي كانت اول درس لازم نستفاده من كورونا. تمام، تاني درس لازم نستفاده من كورونا وان هو علم العالم كله ان الدين الإسلامي من أهم الديانات اللي نوهت على النظافة الشخصية وعلى إن الوضوء، إن أنت تتوضى أكتر من 5 مرات في اليوم. تتوضى 5 مرات في اليوم ده ما ذكرش في أي دين من الديانات إلا في الدين الإسلامي طبعا، وإن أنت طبعا تغتسل قبل الجماعات زي العيد وزي الجمعة. طبعا ما فيش دين أمر إن أنت ساعتها تقول الحمد لله إلا الدين الإسلامي طبعا، وده يدل لك إن أنت ربنا أنقذك من شرور كتيرا عند العطس. تمام، إلى جانب إن الدين الإسلامي كلمنا عن أهم ظاهرة ممكن تحصل، وهي ظاهرة طبعا الزنا والعياذ بالله، إن هي لو انتشرت هيجي معها الفيروسات ومعها أكتر الأمراض اللي ممكن تنتشر على وجه الأرض واللي هي ممكن تضر الإنسان في جميع أنحاء دول العالم. زي ما احنا شفنا دلوقتي ظهر فيروس خطير جدا وهو فيروس كورونا اللي محدش دلوقتي قادر يشخصه أو قادر إنه يعرف العلاج. ماشي، تمام. تالت نقطة ممكن هنتكلم فيها إن شاء الله، وهي إن إحنا صرفنا ملايين الدولارات على أمراض زي السكر وزي تصلب الشرايين وزي أمراض السرطانات والأمراض اللي منتشرة في الفترة الأخيرة دي كلها. صرفنا ملايين الدولارات ومنظمة الصحة العالمية قاعدة تعمل
ميزانية لهذه الأمراض عشان تقدر ان هي تحد منها زي فيروس سي والحاجات دي كلها. طيب احنا في البداية ليه ما نهتمش بالمناعة بتاعتنا من البداية وان احنا نقدر نصرف كل الملايين دي على المناعة بتاعتنا وان احنا نهتم بالمناعة والغذاء لان الغذاء ده من اهم طرق العلاج وزي ما بيقول لك غذائك دوائك. يعني لو انت مهتمش بالغذاء في حياتك هيكون الدواء زي الطعام في حياتك. تمام. رابع نقطة لازم نفهمها من الأزمة اللي احنا فيها حاليا وهي تقوية مناعة أطفالنا، لأن الأطفال طبعا زي ما انتم عارفين بتتولد بمناعة قوية جدا، وإحنا للأسف بطريقتنا وبأسلوبنا في الحياة وتشجيعنا لأطفالنا إن احنا بنأكلهم زيوت، بنأكلهم مقليات، بنأكلهم حاجات بتقلل مناعتهم، مع إن احنا لازم نفهم طبيعة الطفل ولازم نبحث إزاي نتعاون إن احنا نحافظ على أطفالنا في بيوتنا. خامس نقطة هكلمكم فيها وهي إن أعظم الملوك في العالم وأعظم الرؤساء وأعظم الناس اللي قاعدين في قصورهم وقاعدين في قصور معقمة جدا وقاعدين في دنيا معقمة، هذا الفيروس ما بيفرقش بين غني وفقير. زي ما انتوا شفتوا إذا كان رئيس وزراء بريطانيا وإذا كان معظم ملوك أو معظم رؤساء العالم ممكن يجي لهم هذا الفيروس لأنه ما بيفرقش بين فقير وغني. إلى جانب إن إحنا لازم نعرف إن طبعا الفقراء زي مثلا ناس في أفريقيا عندهم مناعتهم قوية جدا، ما قدرش هذا الفيروس ان هو يقتحم هذه البلدان. يبقى من هنا نقدر نفهم ان اهم شيء نقدر نتكلم عنه واهم درس استفدناه منه وهي تقوية المناعة وازاي نقدر ان احنا نتغذى صح او ان احنا ناكل اطعمة تقدر ان هي تقوي مناعتنا، لان مهما تعيش في بيئة معقمة جدا هذا الفيروس ما بيفرقش. طبعا لو انت عندك مناعة قوية جدا طبعا زي ما احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بمناعته القوية تقدر تقتل اقوى الفيروسات ودي طبيعة بشرية. سادس نقطة ان احنا هنتكلم فيها متى هنحترم كوكب الارض. كوكب الارض التلوثات الفترة الاخيرة بدأت تكتر كتير جدا وبدأت الصناعة وبدأت التكنولوجيا الحديثة تفسد في كوكب الارض، وده رسالة نوحنا لها كورونا ان هو قال لنا ان كوكب الارض بعد ما قعد 7 مليار في بيوتهم بدأ التلوث على الكرة الارضية يقل. والدليل على كده ان الناس اللي في الهند حاليا بيشوفوا جبال الهيمالايا. شوف المسافة بين الهند وجبال الهيمالايا دي هما حاليا بيشوفوها. ليه؟ لان التلوث على كوكب الارض بدأ يقل جدا. يبقى هنا الرسالة اللي احنا لازم نفهمها ان اخطر حاجة على الارض يا ترى فيروس كورونا ولا الانسان. طبعا الرسالة واضحة جدا ان اخطر مخلوق على كوكب الأرض هو الإنسان لأنه عمال يفسد فيها وعمال يكثر من الفساد والتلوث على كوكب الأرض. فعشان كده لازم نراجع نفسنا من جديد ونحافظ على هذا الكوكب من أجل حياة أفضل لينا ولعيالنا في المستقبل القريب. سابع نقطة هنتكلم فيها إن شاء الله ومن الدروس المستفادة من أزمة كورونا إن مفيش دول عظمى ومفيش دول صغرى ومفيش دول أو مؤسسات عظمى تقدر تتحكم في هذه الفترة أو في هذه الأزمة وهي أزمة كورونا، لأن دلوقتي كل الدول ظهرت. ما فيش دولة قوية قدرت تواجه كورونا وما فيش دولة ضعيفة قدرت تواجه كورونا. أهم شيء نقدر إن احنا نواجه هذا الفيروس الخطير وهي بكل مؤسسة أي دولة إن هي تعمل على تقوية مناعة الإنسان وإن هي تقدر إن هي تهتم بجميع مراحل الإنسان من ناحية الطبية من ناحية الصحية وبلاش أدوية لأن الدواء ما يبقاش في حياتنا زي الغذاء. زي ما قلت لكم إذا كان دوائك إذا كان غذائك كويس جدا فنقدر نستغنى عن الدواء، أما إذا كان الدواء في حياتنا فهيكون زي الطعام. علشان كده لازم ننوه على أهمية العلماء في حياتنا، لأن العلماء مهمين جدا في حياتنا والتعليم مهم جدا والمدرسين. طبعا احنا دلوقتي محتارين ازاي نعلم عيالنا عن طريق البعد وازاي ودول كل مؤسسة ظهرت ومؤسسة تعليم خاصة ظهرت قوتها في الوقت ده ازاي نقدر ان احنا نعمل منظومة او منصة ان احنا نقدر نعلم اولادنا عن بعد بحيث ان احنا نقدر نتقي شر هذا الفيروس الخطير.
تعمل نقطة أقدر أنوه عنها، وهي الفترة دي كلها ظهرت حروب، ومن أكثر الحروب للأسف، أنا آسف على هذا اللفظ، أكثر الحروب، لأن كل دولة أو كل إنسان بيقدر يستغل هذه الفترة لصالحه. إزاي؟ مثلا اللي عنده أدوية، اللي عنده ماسكات، اللي عنده أقنعة، اللي عنده أجهزة تنفس، كل ده بيقدر إن هو يستغلها لصالحه. إزاي إن هو يقدر ينمي تجارته، إن هو يقدر إن هو يتاجر بهذه المعدات من أجل إيه؟ الربح. طبعا دي حرب قذرة جدا، وطبعا هنقدر نعرف مين المستفاد من هذا، واستغل خوف الإنسان وخوف الناس في هذه المرحلة. آخر نقطة هتكلم معاكم فيها، وهي الدرس الأخير طبعا اللي احنا لازم نتعلمه من كورونا وهذه الأزمة، ان احنا لو ما تعلمناش الدرس كويس ده هيتعاد مرة واثنين وثلاثة في حياتنا المستقبلية. لازم نتعلم هذه الدروس في حياتنا، وان احنا نقدر نعيد الحياة للكرة الأرضية مرة أخرى، ونحافظ على هذه الكرة، ونقوي مناعتنا، ونهتم بأطعمتنا، ونهتم بأطفالنا من أجل المستقبل. ويا رب يكون هذا الفيديو ما يكونش تقيل عليكم، ويكون حلقة خفيفة جدا عليكم. ولو أعجبكم هذا الفيديو الاشتراك في القناة، ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.